كابتن اسامه، كابتن عادل، كابتن اسامه قال ان دي بتتزرع في شخصيه اللعيب. انت طبعا لما احنا كنا بنلعب زمان انتوا كان مجموعه كبيره جت علينا، انت وعبد الجليل وعمرو وهاني رمزي، والمجموعه دي دخلت معانا على طول، ويمكن انتوا كنتوا طالعين من الناشئين بنفس الاسلوب اللي قال عليه كابتن اسامه دوت. انت بعد كده لما اشتغلت كمان في بدات مدرسه كوره اعتقد في النادي الاهلي، كنت بتزرع الحته دي ازاي في الناشئين؟ يعني خلينا يا كابتن اقول لك علشان الكباتن يتكلموا في الامر ده باستفاضه، وابعد انا شويه. الاهلي الوحيد اللي عارف حقيقه الامر. ايه هو حقيقه الامر؟ ان الكوره مكسب. مفيش فرقه بتلعب او بتتمرن عشان تخسر، ومفيش فرقه بتشتغل علشان تتعادل. الطبيعي ان كره القدم انك انت بتلعب عشان تكسب، عشان تلم ابنات، عشان تاخد بطوله. فالنادي الاهلي عارف الحقيقه دي، فهو الوحيد اللي شغال بيها، وشغال بيها دي من قديم الازل. بس احنا لما نتعادل بنزعل. ايوه انا بقول لك، يعني انت بتتكلم في انه الحقيقه الوحيده في الوقت الحالي انك لازم تكسب المباريات علشان تاخد بطولات. صح. ما ينفعش انك انت تتعادل كتير وتقول لي اخد بطوله. فالنادي الاهلي عشان ياخد البطوله لازم يكسب كل المباريات اللي موجوده قدامه. دي حاجه. الحاجه الثانيه المهمه، اللعيبه مدرسه الكوره اللي احنا مرناهم فتره طويله قوي حوالي 10 سنين كنا متواجدين في القطاع في النادي الاهلي. اول حاجه يعني عايز اقولها لك، يمكن هم بيشربوها من منين؟ من تاريخ المدرب. لما يجي المدرب مثلا، يجي بابا الولد اللي موجود معاه، اكيد لما بيسال على اللاعب يقول له ده لاعب، ده لعب قد ايه والحاجات دي، يقول له ده لعب وخد بطولات، وخد بطولات كتير. فلان لما اجي اكلمه على البطولات وعلى الروح وعلى الجدعانه، ايه اللي بيحصل؟ الولد بيصدقني. ودي حقيقه. علشان كده النموذج اللي النادي الاهلي عامله النماذج الاول، فالناس بيشتغل فيها. ما ينفعش يا كابتن تيجي اقول انا مثلا ايه، لازم تبقى انت روحك عاليه قوي في اللعب، وانا كنتش لعيب روح عاليه. فانا مدرب لازم اقول انا روح عاليه قوي في اللعب، فيبقى انا يشوفني الولد او يتفرج عليا ان انا كانت روح عاليه. أيوة. علشان كده المصداقيه اول شيء احنا اتعلمناه وبنعلمه للعيبه. فاقد الشيء لا يعطيه. فاقد الشيء لا يعطيه. الحاجه الثانيه المهمه، احساس المدرب بره. يمكن اقول لك، كنا اول ما بدانا تدريب كنا بنلعب في بطولات الصيد، بطولات مجمعه اللعيبه، كان هشام محمد، شكري، عفرت، والناس دي كلها. مره اتغلبوا، ما بقاله قعدوا 3 ايام يعيطوا. دي الروح. احنا لما شفنا كده اتبسطنا، قلنا خلاص، يعني الرساله بتاعتنا وصلت ان انت طالع كنادي اهلي وان واي، مفيش رجوع تاني. زي جيلبرتو لما جه قال، وعجبني التصريح بتاع جيلبرتو وهو بيلعب يمكن من مده، قال انا لما جيت النادي الاهلي حسيت ان في حاجه واحده بس اللي شغاله. ايه هي؟ ان انا وان واي، مفيش رجوع، مكسب بس، مكسب فقط لا غير. صحيح.